والتي سيتم مناقشة قضايا محددة متصلة بإيصال المساعدات الإنسانية وضرورة إجلاء المواطنين المدنيين الذين يجب أن يكون لديهم إمكانية للذهاب بالاتجاه الذي يرغبون به. وأيضا تطرقنا إلى موضوع السياسي وكيف تقوم السلطات في كييف والنازيين بمنع الخروج الحر للسكان المدنيين ويحاولون استخدامهم كدروع بشرية، وأيضا ينشرون الأسلحة الثقيلة في أحياء المدن ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية. ونحن سمعنا نصائح زملائنا من الصليب الأحمر الدولي وعن القرارات والأمور التي يجب أن تتم لكي تعمل الممرات الإنسانية ويتم وصول المساعدات الإنسانية. وقدم السيد ماور هذه النصائح بعد زيارته لكييف، ونحن مستعدون لتقديم الدعم للصليب الأحمر لإيصال المساعدات إلى السكان المدنيين. ونعرف أن الصليب الأحمر يسعى لإنجاز وظيفته من دون أي انحياز وفقا للتفويض الذي لديه. للأسف ليس لدينا أساس للاعتماد على الإنجاز من قبل أوكرانيا لأعمال الأمور الإنسانية، ونأمل أنه ستتخذ إجراءات لضمان تبادل المعلومات عبر الصليب الأحمر الدولي لكي يتم هذا لمصلحة حل القضايا الإنسانية وليس لتسييسها. ونحن نعول بأن الجهود للصليب الأحمر سوف تأتي بثمارها، واتفقنا على الاستمرار في العمل في حول هذه القضايا عبر وزارتنا ووزارة الدفاع. ولذلك فإن محادثات اليوم، أنا واثق من أن السيد ماور وفريقه سوف يقدم اقتراحات إضافية، ونحن مستعدون للنظر بها ولتقييم الوضع والقرار اتخاذ القرارات لحل المسائل المطلوبة عبر منظمة الصليب الأحمر. وأرى أن هذه الزيارة جاءت في وقتها، وأنا أتقدم بالشكر لأن منظمة الصليب الأحمر وما تقوم به على الأرض. شكرا. مع الوزير، يبهجني أن أزور موسكو، وبالارتياح أؤكد أنني بود أن أقول بصراحة بعد المناقشات المهمة، نحن كالصليب الأحمر نحن نؤكد على العودة إلى موسكو. ويسرني أن أتحدث إليكم أيها السيدات والسادة بعد نقاشات مكثفة عقدناها صباح هذا اليوم. المنظمة الدولية للهلال الأحمر دورنا الأساسي لجاء لأعمالنا الإنسانية مثمرة وتقديم المساعدة لكل من يعاني من النزاع الحالي في أوكرانيا. كما أوضح سيرغي، فقد تحدثنا ونحن يجمعنا تعاون طويل الأمد مع روسيا في مناطق مختلفة من العالم، وضمن السنوات الثمانية الماضية في منطقة الدونباس، وأنا ممتن للتعاون الإيجابي المستمر اليوم. تحدثنا بشكل عام عن ثلاث مسائل أساسية يمكن أن نحقق المزيد من العمل وهو ضروري. أولاً، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق وتسريع المساعدات الإنسانية لكافة المدنيين، خاصة في أو هؤلاء المتأثرين من النزاع الحالي في أوكرانيا. هذه في مناطق تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية في لوغانسك ودونيتسك، وفي مناطق
أخرى تحت سيطرة الجيش الروسي. الهلال الصليب الأحمر سيقدم المساعدة وإيجاد الآليات المناسبة والقنوات لإيصال المساعدات لكل السكان منهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية. عقدنا محادثات مثمرة جدا، الزيارة أيضا لكييف لتوسيع وزيادة مساعداتنا. ثانيا، مؤتمر جنيفا لديه سلسلة من الأحكام الدقيقة التي يجب أن تحترم من قبل الأطراف في النزاع المسلح، ذكرتها صباح اليوم وسأستمر بمناقشتها في وزارة الدفاع. هذه مسألة خاصة بالأسرى، أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين في روسيا وكذلك في أوكرانيا في سياق الوضع الحالي. المسألة خاصة بجثث المدنيين والعسكريين التي يجب أن تعاد إلى أوطانها وإلى عائلاتها، ومسألة المفقودين وإعادة لم الشمل العائلات. كل هذه المسائل تحدثنا عنها في محادثات مستمرة، والصليب الأحمر يلعب دوره في صيانة مؤتمر جنيفا لتسهيل نقل هذه الملفات ودفعها قدما وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وكذلك ناقشنا القانون الإنساني الدولي فيما نسميه العمليات العدائية والتي تضمن حماية المدنيين. سبق وأن ذكرت في العديد من المؤتمرات الصحفية المبادئ الإرشادية، هي الحذر الذي يجب أن نطبقه في عمليات العسكرية اليومية. وثالثا، نحن نواجه خطوط أمامية فيها تحديات كثيرة في أوكرانيا، حيث أن السكان معرضين للعمليات العسكرية في المناطق المدنية وعالقون بين الخطوط الأمامية، ولذلك فنحن نتفاوض من أجل التواصل إمكانية وصول الاحتياجات الضرورية. نحن ندرك من المحادثات الجارية بين أوكرانيا وروسيا، وسبق وأن نجمت عن بعض التطورات الإيجابية فيما يخص الاتفاقات الخاصة بالسكان المدنيين، ولكننا ندرك أيضا بأنها غير كافية، ولذلك نحن ممتنون للجاهزية التي عبر عنها وزير الخارجية خلال محادثاتنا للاستمرار بالعمل تجاه الصياغة التي تسمح لنا بمساعدة وحماية السكان المدنيين بشكل أفضل وإمكانية وصول أفضل والمزيد من عمليات الإجلاء الآمنة للمدنيين. هذه بشكل عام هي المسائل الثلاثة الأساسية التي ناقشناها صباح اليوم، وأنا بلا شك ملتزم مع الصليب الدولي.